قول قولوا ما تعطى الهم. ماني عطلين هم، بس عم باكل لحتى بس قول ما اكون جوعان. كريم، انت بتعرفني كتير منيح، بتعرف اني معودة على القصص البشعة وعلى المصايب بهالدنيا. قول اللي بدك اياه ومن دون مقدمات. من دون مقدمات؟ اوكي رح اقول. هو المحابس الخطبة اللي صار، تخبيني الليلة؟ شو؟ جاوبيني بسرعة ومن دون مقدمات. بس كريم، نحن بعد ما حكينا كتير. نحن حكينا كفاية إليسار، معك حق، لازم نخطب بسرعة. خلينا نخطب لفترة، نكون زبط البيت ونرجع نتجوز. شو؟ حبيبي. حبيبي يعني موافقة. مبروك. في الحقيقة أنا سعيد جدا بقراركم ده، على كده ممكن تسافر بكرة الصبح إن شاء الله، وسعيد كمان إنكم هتحتفظوا بالبيت هنا. أكيد المنطقة هون بس تتعرف عليها تبطي تقدر تتركها بسهولة، بتصير مضطر إنك تزورها من وقت للتاني، كأنها إنسان وبتشتاق له. ده مفعول شرم الشيخ ده. تامر، أنت شاب طموح، مهندس كفء. أنا عايز العلاقة المهنية اللي بيننا تكبر عن كده بكتير. عايزين نتكلم في مشاريع مستقبلية تكون أنت فيها شريك، مش مجرد مهندس مسؤول. والله يا أستاذ فاروق أنا أتمنى طبعًا. هيحصل، هيحصل قريب أوي. أنا حبيتكوا جدًا، وعايز إن إحنا نبقى عيلة واحدة، شركة في كل حاجة. والله يا أستاذ فاروق إحنا كمان مبسوطين إن إحنا تعرفنا عليك، وإن شاء الله في الفترة اللي جاية نثبت لك إن إحنا فعلًا بقينا عيلة واحدة. إن شاء الله. أهلا، غادة موجودة، تفضل. هاي شيرين، خير في شي؟ عايزة غادة شوي. خير شي؟ لا بس بدي أسألها سؤال بيعنيني وبدي نكون لحالنا، إذا ما في إزعاج. أشرف رح يشتغل مع البابا. عن جد؟ الحمد لله. غادة، أنا مضطرة أسألك سؤال خاص عن أشرف. أوكي. نحن عرفنا إنه أشرف منه ابنه لفتحي، بس بليز بدي أعرف منك شو تفاصيل قصته. أشرف شاب بجنن شيرين، بليز اعطوه فرصة، ما تخلي هالقصة تأثر على مستقبله أبدا. ما رح تأثر على شي غادة، بوعدك، بس بدي أعرف شو القصة وبوعدك ما بخبر حدا. قوليلي شو خبرك هو حرفيا؟ إنه أمه حبلت من رجال وتركها وسافر، وفتحي قرر إنه يتجوزها وستر عليها وتبنى لأشرف. كتير غريب انه شيرين تيجي هيك بدون ما تحكيني، بتطلب تحكي مع غادة. عن جد كتير غريب. حبيبي ما تقلقش، دلوقتي غادة حتطلع وهنا اعرف ايه اللي حصل. بس قولي لي شو المشكل؟ ليه هالقد همتك قصة اشرف؟ ابدا غادة، انت بتعرفيني انا كيف فكر، عقليتي واسعين وبتخطى كل هالقصص، بس بخاف انه تفاصيل مثل هيدا تأثر على رجال مثل بي. مثلا البابا وقت صارت فضيحة فتحي انه عنده عائلة تانية عرف بالموضوع، وانا حكيت معه، هو كان كاره فتحي اصلا لانه له علاقة بتامر. بس قصة اشرف انه منه ابنه لفتحي خليها مستورة واوعى تحكيها لحدا. انا ولا ممكن احكي شي شيرين، بس كريم كمان بيعرف ولازم تقولي له تما يحكي لحدا. انا بحكي مع كريم، صار لازم امشي. يلا باي. شيرين شو بكي؟ شكلك مش مرتاحة. لا ماشي مام، نحكي بعدين بالإذن. شيرين شو في؟ قولي لي. إذا هلا شاكة في مظبوط بيكون كارثة. طب خبريني شو في؟ بص واحكينا لنتلاقى. يلا. يلا باي. باي.
قالت لك شو بها؟ سألتني أشياء كثير عن أشرف، كنت كثير مهتمة ومتأثرة. شيء كثير غريب. أنت هلا صرت إنسان عزيز على قلبي، وخصوصي لما عرفت إنه دلال هي أمك. دلال كمان عزيزي علي. إن شاء الله أكون عند حسن ظنك. هيئتك شاب طموح ومهذب وشغيل، وهيدي أهم صفات بالشاب يلي عم بفكر يبني حاله ومستقبله. ميرسي. أنا هيك كنت مثلك، صغير وعم باكل الحياة أكل، ضحيت بكل شيء كرمال حتى أنجح وأكبر وصير رجل أعمال ناجح. وليك من ماشي ليك وين صرت. أنت كمان لازم تكون مثلي. إن شاء الله. عد لخبرك شو رح تشتغل معنا بالشركة. شو ما بدك أنا حاضر. بما أنه أنت مهندس رح تشرف على كل البضاعة الموجودة عندنا بالديبويات، بما معناه رح تكون مسؤول عن ديبويات البضاعة كلها. إذا أمرت. يلي تعمل في نفسك ده؟ ده انت على كده من امبارح لحد دلوقتي. ايه اللي بيحصل لك؟ انا مش فاهم. ده انت ما نمتيش ثانية واحدة طول الليل. دخيلك تركني لوحدي. طبعا هسيبك. انا مش هسيب شغلي واقعد هنا جنبك عشان انهار. سلام. يا حبيبي واقفة لوحدك ليه؟ عم بودع على البحر الحلو، رح اشتاق له كثير. يا ستي مش هتلحقي، احنا على طول هنيجي هنا. انت ليه لبست؟ فاروق يا ستي في بضاعة وصلت وعايزنا نستلمها له قبل ما امشي. فظيع الفاروق، يوم كمان بده يشغلك ما بيشبع من الشغل. هيعمل ايه بقى؟ عشان يلم كل الفلوس دي لازم يشتغل ليل ونهار. طيب حبيبي روح انت، انا كمان بدي ضبط بغراضي وبدي ودي على بيتي. ماشي مش تاخر عليك. ها يا اهلا يا اهلا بام سامر، يا اهلا تفضلي. لك الله يخلي لك هالجارة المحبة. ايه اكيد ام عبده ما في منا. ليكو ما تبكوني هلا، انا اليوم حساسي واقفة على صوص ونقطة. ايه ليش شو في؟ اليوم عيد ريان ابن عبده، صار عمره 12 سنة يقبر قلبي. العمر كله الحمد لله انه عم يكبر ببلاد برا مش بهالبلاد اللي كلها تعتير. مش مزبوط، لانه الانسان ما له الا بلده. ما هيك ليكي ولادي ما احسنوا. بنتي سمر كل 15 يوم بتترك شغل بتشتغل بشغل جديد وما في شي عم يزبط. ولا ابني سامر ريته يقبرني علي قدر الناس فيه. ايه مزبوط، يعني صار له هو رشا بيحبوا بعض، صار لهم سنتين وما عم بيعرفوا يتجوزوا. ان شاء الله قريبا بتفرج وبنفرح فيهم ان شاء الله. هيك اشتقنا لشي فرحة، هيك نسينا همومنا كيف صايرين مثل قفاف الهم. طيب خلينا نشرب هالقهوة على رواق. هاي حياتي. خي اليوم ركازي وحدة عم تتحسن. ما تحكي معي هيك كأنه شي مجذوب أو شي ولد صغير. شو قلت لك؟ عم بقول لك إنك عم تتحسن. إيه قلت لي امبارح إنه عم تحسن. شو بك اليوم فادي؟ ماشي. يا أهلا بمايا. شايفي كيف عامل اليوم؟ مثل اللي بلع قذيفة ورح تنفجر. أنا جيت من شوي واستقبلني بذات اللطافة. فيي بقى لحالي شوي إذا بتريدوا. عم تزيد يا فادي. لا عم تزيد عن جد فادي. عم زيدة؟ عم زيدة إذا موجوع وتعبان وما بدي أشوف حدا؟ طبعاً عم تزيدة فادي. خلص مش مهم أنا رح فل. لا ما رح تمشي. عمتي خلص بقى. اوعى تصرخ بوجهي. فاهم؟
بعد كنا مفكرنا خدام عندك. ساعة اللي بتعوزنا بتعيط لنا، وساعة اللي ما بدك ايانا بتقعدنا بالمطبخ مثلا. تذكر كتير منيح، أنا مرة محترمة تركة شغلي وبيتي وبلدي لأقعد حدك واتطمن عليك، لأنه أنت حضرتك قررت تكون بلا مسؤولية وتكسر رقبتك وظهرك. وتذكر كتير منيح إنه مايا بنت عيلة وعندها 100 شغلة غير إنها تسمع صريخك وحديثك اللي بلا أخلاق. فاهم؟ يه افتكرنا إنه هالحادث القوي اللي صار معك رح يغير لك حياتك، رح يخليك تراجع حساباتك، تاري ما في شي بيأثر عندك أنت أبداً. لمين راجع حساباته عمتي من ورا هالحادث؟ مين؟ أنت قولي لي مين تغير؟ أمي وبي تغيروا؟ إجوا شوفوني بالمستشفى رفع عتب، يقعدوني وعود كذابة، ولحظة اللي وقفت على إجري حطوا إجرهم بالطيارة وفلوا؟ مين؟ إخواتي وخياتي اللي حتى ما عذبوا حالهم يشقوا علي؟ إخواتك وخياتك كل واحد ببلده وأنت عارف هالشي. أنا بعرف شو عمتي؟ أنا ما بعرف شي وما بدي أعرف شي. مايا معلش حبيبتي، فادي عم يتعذب كتير. أنا كمان عم بتعذب. ازيك روبي؟ الحمد لله. ممكن اتكلم معك شوية؟ أكيد. بتعملي إيه أنت دلوقتي؟ ماشي عم دبلب شوية أغراض. مش هاخد من وقتك كتير. تفضل. ميرسي. شوفي خبريني، شغلتيلي بالي. بابا تلاقى بالصدفة بدلال، أمه لأشرف، مرت فتحي التانية. إيه؟ هيدي المعطرة اللي حابسها فتحي بالبيت؟ تلاقى فيها بالصدفة وخبرني إنها كانت أول مرة انغرم فيها بأيام الجامعة. والله؟ إيه؟ عمر شو بكي؟ ليش هالقد موترة؟ الدنيا صغيرة وممكن العالم تتلاقى ببعضها. اسمعني منيح، أنت وأنا بنعرف إنه دلال كانت حبلة لما تجوزت فتحي. كانت حبلة من واحد حبته وتركها وسافر، والبابا كمان سافر ليكفي علمه برا بس خلص جامعة. قصدك تقولي انه؟ قصدي انه يمكن اشرف خي، وانا وديته يشتغل عند البابا. ايه بس في احتمال انه ما يكون بيك ذات الرجال؟ يعني انت اذا بتحسبيها بتلاقي انه الحسابات مش معها الاحتمال. كيف يعني؟ اشرف عمره 23 سنه، يعني لو بيك سافر من 23 سنه كان هلا المفروض يكون عمره بال 45، وهلا بيك اكبر من هيك. يعني بتعتقد انه مش البابا هو الرجال اللي ترك ابنه وفال؟ لا اكيد لا، يعني القصه مش راكبه. يعني بطمن بالي؟ اكيد طمني بالك، ما انت وقت خلقتي انت واشرف كان بيك بالقليله عمره 35، يعني كان مخلص دراسته وراجع، ما هيك؟ بلا. مرسي عمر، انت على طول بتريحني بكل شيء. هيك رح تضلك عم تطلع فيي؟ انا فرحان قوي اني ابتديت احقق لك احلامك. تحقق لي احلامي؟ اكيد. عليك مستغربة كده ليه؟ انت طلبتي تتنقلي للقاهرة وانا حققت لك الحلم في اقل من يوم. ايه استاذ فاروق، بس هيدا مش حلم، هيدا واقع كترح نفسه باسرع وقت. يعني ايه مش فاهم؟ يعني انا جوزي من يوم ما تجوزنا لهلا ما بيرفض لي طلب. كنت رح اطلب منه انه ينقلني للقاهرة وكان رح ينفذ لي طلبي. عايزة تفهميني اني ماليش في الجميل يعني؟ ابدا مش هيدا قصدي. امال ايه هو قصدك؟ قصدي انه العيش بالقاهرة مش حلم، هو طلب وسهل يتحقق. وايه هي الاحلام؟ قولي لي وانا نفذ فورا. هلا ما في احلام، هلا في اني رايحه اعيش بمدينه غريبه عني وانا غريبه عنا. لما نتعرف على بعض منيح بتبلش الاحلام. معناه ايه الكلام اللي بسمعه ده؟ بتلعبي بيا يا روبي؟ ليش هيك عم تقول فاروق؟ انت طلبتي تتنقلي القاهره وانا لبيت طلبك، وتامر ماضي معايا عقد هنا لمده سنتين في الشرم،
يعني ما يقدرش يسيب هنا إلا بإذن مني أنا، مفهوم؟ أنا بتشكرك وبعرف إنه كل يلي عم تعمله عم تعمله كرمالي أنا. أنا بعمل ده كله علشان بفترض إنك موافقة على كل طلباتي. أنت عارفة كويس قوي أنا مش ملاك نازم السماء ولا فاعل خير. أنا راجل متعود أحصل على كل حاجة أنا عايزها. تامر بقى خاتم في صباعي، كلمة مني توديه فوق وكلمة تانية ترميه تحت. أنت صعبة قوي يا روبي، وأنا بحب الصعوبة، بموت في الصعوبة. مش هودعك دلوقتي لأننا هنتقابل قريب في القاهرة، أشوف وشك بخير يا قمر. هاي هاي، شو هالمفاجأة؟ فوتي فوتي، بعد ما وصل من الشغل سألت البابا عنك قال لي انك فليت، كرمال هيك جيت شوفك. بيك بجنن، عن جد بجنن، كثير حبيته، وأكثر شيء مبسوط فيه إنه هو حبني كمان. في شيء بدك تشوفيني؟ لا، بدي أطمن على الشغل. كأول يوم روعة. كيف عائلتك؟ أمك كيفها؟ يعني بدها تترك البابا. ليه؟ ضيقة نفسيا وميت شغلة. ماما مرقت بظروف كتير صعبة. مظبوط. قد ايه عمر أمك تقريبا؟ ماما؟ الماما إنه لما خلفتني كان عمرها 22 سنة. هلا شي 45. بعدها صغيرة، حرام. ايه صغيرة كتير. طيب انا قلت بطمن عنك وبقول لكريم مبروك، عم بحكي مسكر خطه وما خبرتني خطب امبارح. ايه مزبوط، خطب امبارح، قال لي رجع على 9. هلا لما يرجع بخليه يحكيكي. اوكي باي باي. شيرين، ما بعرف قديش بدي اشكرك، لو كان عندي اخت ما كانت ساعدتني هالقد. لا ولو. باي باي. ليش نايم هيك قلبي؟ مرجوع. شو عم يوجعك جسمك؟ كل شي عم يوجعني، كل شي عم تي، ما عدا ضميري. ضميري مرتاح لأني ما أزيد حدا، ناس هن عم يأذوني. ومايا؟ أنا ما أزيدها لمايا بشي، هي كان بدها علاقتنا من الأساس وأنا مش رابطها. ساعت لي بتحس انه ما بقى فيها بتفل وما رح امنعها، هي عارفه هالشي كتير منيح. هي اذا عارفه هالشي كتير منيح يعني عم تتأذى، وهيدا مش حكي شاب يقوله للبنت اللي بحبها. ليش؟ انا عم فسر لها انه ماني رابطها وانه هي حره تعمل اللي بدها اياه. يعني انت ما بتحبها ومش فارقه معك اذا فلت او ضلت، ولا رح تعمل أي مجهود لحتى تحافظ عليها. هيدا أبشع شي ممكن يحسه الإنسان فادي. مش هيدا هو الشي اللي بيزعجك من تصرف أمك وبيك؟ اللامبالاه؟ وإنهم عايزين ومستغنين يشوفوك وبيقدروا يروحوا ساعة اللي بدهم؟ أنا بحبها لهالبنت، وما رح ارضى فادي انه تضل عايشه معك هيك بالتعصيب والصريخ والعيطه. شو يعني شو رح تعملي؟ بدي ساعدها تطلع منك.
ما تعتلي همه، أشرف شاب بجنن. بعرف بجنن، بس بابا ممكن أسألك سؤال غريب؟ أكيد. أنت قلت لي إنه أمه لأشرف كانت معك بالجامعة وكنتوا شلة وأصحاب وهيك. ما تشغلي بالك بالموضوع، قصة قديمة مش محرزة، نسينا بعض من زمان. إيه بس المرة أصغر منك بالقليل بعشر سنين، كيف كنتوا شلة واحدة يعني؟ مش عم بفهم. إنه يعني هلا كنا شلة بالجامعة، هلا مش ضروري بذات الصف يعني. لا مش بذات الصف، بس مش لدرجة عشر سنين وأكتر يعني. مش ملاحظة إنك مركزة كتير على هذا الموضوع السخيف؟ جاوبني على سؤالي، ببطل سخيف وببطل شغل لبالي. هلا ما بقى أتذكر شيء، بذكر إنه كان عندي صديق كان يعرف حدا بالجامعة وكنت روح معه وهيك تعرفت على دلال، هيدي كل الخبرية. بس امبارح قلت لي إنها كانت حبك الأول وإنه كنتوا أصحاب. شو صاير لك شيرين؟ ما قلت لك القصة قديمة وما بقى ذاكرها. طيب بابا ما بدها هلا التعصيب. وين وردة؟ وردة! ازيك يا مساء؟ الله يسلمك، ألف مبروك! ألف مبروك يا أستاذ! لبيتي أنا بنتي. طبعا ميتنا أنا وأنت، بحبك. وأنا كمان بحبك أوي، ونفسي أنا وأنت نعيش حياة هادية، ما فيش أي حد يتدخل بينا أبدا. ما بقى حدا رح يتدخل، خلص. لا لبنان ولا شرم، هون حياتنا وبيتنا ومستقبلنا كله هون. وولادنا؟ ايه؟ من هالحديث هلا؟ حديث؟ قصدك الاولاد يعني؟ طبعا، هلا بلا اولاد. مش حرام هالجسم الحلو ينتزع؟ بتعرف شو عبالي؟ عبالي انزل على جنيني واشرب فنجان قهوة. يا رشا شو في؟ متضايقة ماما، أنا متضايقة وتعبانة وكرهانة حوالي، أنا بلا نفع لشو وجودي بهالدنيا؟ لشو؟ ليش عم بتقولي هيك يا بنت؟ ما تخبي علي ماما، أنا بلا نفع، بلا نفع. مش مظبوط، لا علم ولا ثقافة ولا شغل. لك حتى الشغل ما بقى لإلي. رح كاميليا، طلبت منك أنت تهتمي بالبنات، يعني أنا صرت بلا تعبة. رشا أنت عم تحكي شو ما كان، بنات بحبوك. البنات بحبوك انت ماما، ليكي ما بقى يقبلوا يناموا الا معي، ما بقى عم يحكوا معك. لاي بني انا، حتى مازر اتضحك علي. لك حتى سامر ما بقى رح يقبل فيي، واختي اختي كأنها مش اختي. لشو انا؟ انا لشو؟ رشا ماما انت... بترجيكي ما بدي اسمع شي بيسترك. اتركيني
طيب رح اتركك لوحدك، مع اني مش موافقه عن اللي عم بتقولي. شو لابس مبين؟ لوين رايح؟ رايح الشركة. وحشني حياتي هنا قوي، وحشني شغلي، الناس، صحابي، كل حاجة هنا وحشتني. طيب روح. ايه بس قبل في شغلة ضرورية لازم تعمل لي اياها. بأمور يا ست هنا. بدي دفتر السواقة لإلي. ليه؟ ما انت معاكي السواق. لا بدي دفتر إلي. ماشي يا ستي. عايزة حاجة تانية؟ لا هلا روح بعدين بفكر بجاوب لك. طب قولي لي انت هتعملي ايه؟ ما تعتل همي، عم فكر هيك انزل على السوق انا والشوفير. ماشي حبيبتي، بس خلي بالك من نفسك. ها صباح الخير. صباح النور. ما تفوت حدا انا بالعشاء جاي. اوكي. الو. ما قلت لك ما تفوتي حدا قبل 10 دقايق. مين؟ طيب خليهم يفوتوا. حضرتك الدكتور حداد؟ عمر عتقل الدكتور حداد. شو؟ ايمتى؟ هلا من 10 دقايق. المستشفى كلها مخضوضة. سكر سكر هلا برجع بحكيك. يا رب يا رب يا رب يا رب. في ايه؟ الدكتور حداد اللي بالمستشفى لقطوه واخده على التحقيق. بجد؟ حبيبتي شيرين وينك؟ اخدوه على التحقيق. الدكتور حداد ايه؟ يا حبيبتي انت. وينك بدي اشوفك؟ عند عليا؟ ليش شوفي عند عليا؟ يا اهلا يا اهلا يا اهلا بشيرين. خير؟ حقيقتك صرتي احسن بكثير. ايه الحمد لله. كتر خير الله. كيفك؟ فوتي. صراحه مش رح اخذ كثير من وقتك، بس بدي اخبرك شيء واخذ رايك فيه. اكيد قولي. بعرف انه السريه اللي بتسمعيه مش معقول يظهر منك بسهوله. اكيد ولو. خلينا نحكي جوا فوتي. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. عامل ايه؟ الحمد لله تمام، وحشتني. وانت كمان. ايه الاخبار؟ تمام، كل حاجه كويسه، مفيش تغييرات كتير يعني من بعد ما سبتنا. لا التغييرات عندي بقى كلها. اوبا خير. قول لي انا مش فاهم حاجه، فهمني يا عم. مش لما افهم انا الاول. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت ضايع للدرجه دي؟ يا اخي ضايع ومشتت، ما كنتش عارف انا رايح فين ولا جاي منين ولا مصيري ايه. بس خلاص بقى، انا قررت اعيش هنا واستقر هنا واشتغل هنا كمان. حلو قوي، يعني هترجع الشغل زي الاول. هرجع الشغل بس مش هنا. مش هنا؟ يعني ايه مش هنا؟ وانا في شرم الشيخ اتعرفت على رجل اعمال هناك، كنت ماسك له المشروع بتاعه.
هو اضطر ينقل لي مصر عشان كان عنده مشروع تاني، وكان في مهندس ماسك المشروع مشي وسابه، فكنت لازم اجي. ينقلك؟ يعني ايه ينقلك هنا؟ انت بتشتغل عنده ولا ايه؟ لا، ما انا مشرف على هندسه المشروع بس. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت صاحب شركه وشركه كبيره كمان تحت امرك، تسيب شركتك عشان تشتغل عند الناس؟ ما هو مش كده بالظبط يعني، بس هو راجل صاحبي وانا كده كده كنت عايز اشتغل في الهندسه. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت مش انت ولا ايه؟ هو انت ليه بتقول كده؟ تامر، انت مصدق نفسك ولا ايه؟ هو انت كنت بترضى حد يطلب منك ورقه؟ دلوقتي عايز تشتغل عند الناس؟ وبعدين بقول لك ايه؟ انا بابا مش هيرضى بالكلام اللي انت بتقوله ده خالص. طبعا قصه غريبه، بس انا اشرف منتبه على الموضوع، على الفرق بالعمر. مش الهيئه، اشرف ضايع ومش منتبه على هالقصص كلها. بابا سافر لما كان عمره 22 سنه، يعني لما كانت المراه بعدها طفله. بعدين في قصه مهمه كمان، البابا والماما تجوزوا وبعد 5 سنين لحتى انا خلقت. يعني اذا عن جد اشرف ابن البابا بكون عامل علاقه مع اللي اسمه دلال، هو مجوز. انت ليش بصعبتي على حالك هالقد يا حياتي؟ ما هي صعبه طنط عليا، صعبه. روقي يا عمري روقي، يمكن كل هالقصه ما لها وجود. المرأة مخلفة ابنها لما كان عمرها 22، معقول تكون حبت البابا وتركته ورجعت حبت رجال تاني وحبلت منه هي عمرها 21؟ مش منطق. مصرة تعرف الحقيقة؟ مش حقي؟ بلا حقك، أكيد حقك. شو لازم أعمل؟ ما بعرف، خلينا نفكر. رح زور دلال. توري دلال؟ مش حقي أعرف إذا عندي خي أو لا؟ دكتور، انت مضطر تجاوب معي. كيف يعني اتجاوب معكم؟ لازم اقول لك انه السكرتيره الطفرانه اللي قبلت قرشين من هالبنت المليونيره اللي مغلومه بعمر مع حق حتى تكون عم بتجاوب معكم؟ فيك تقول لي وين الملف المزبوط يلي درسه الخبير؟ انا ما عندي علم انه في ملف مزبوط. على كل حال، مدير المستشفى والسكرتيره كل العالم رح نحقق معها، ما في شيء بيتخبى يا دكتور. مظبوط، وهذا اللي مخليني مرتاح. طبعا حنفلتك هلا، لانه التسجيلات مانا دليل قاطع بالنسبه للمحكمه، بس القضيه انفتحت وما بقى حتوقف. انا جاهز لكل شيء. تفضل، مع السلامه. رد يا شكري، رد. ايه شكري، ليك اسمعني مظبوط، في السكرتيرة مسجلة اعتراف ضدنا، مفهوم؟ رابعة رح يطلبوها على التحقيق. ليك بدي منك شغلة، بدك اياك تخفيها، بس تخفيها بدون ما تأذيها، مفهوم؟ لأن إذا صار لها شيء بتثبت القصة علينا. ليك شكري اسمعني مظبوط، خفيها كأنه هربي، فهمت؟ يلا ما عندي وقت، باي. كذابه.
ايوه تامر. ايوه استاذ فاروق، ازيك؟ اخبارك ايه واخبار شرم الشيخ ايه؟ كويسه. انتوا عاملين ايه؟ والله تمام. انا قاعد انا ومدحت ابن عمي قاعدين بنشرب قهوه. هتروح الموقع امتى؟ ان شاء الله بكره زي ما اتفقنا. قول لي يا روبي عامله ايه؟ مبسوطه؟ اه مبسوطه قوي. دي لسه مكلماني حتى، عماله بتشتري حاجات من الصبح طايره من الفرح. طيب كويس. لما تروح الموقع اتصل بيا من هناك. حاضر حاضر. ماشي ماشي. مع السلامه. غيرتي نمرتك يا ست روبي؟ حاضر. هو حضرتك عاوزة أي خدمة؟ لا بس أنا مني من هون وكنت حابة أعرف بس هيدا فيلة مين؟ هو أنت عاوزة مين بالظبط؟ أنا عاوزة فيلة سعيد المرسي. لا مش هنا، هنا فيلة الأستاذ رياض شاهين. أهو الأستاذ وصل. يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب، في حاجه ستهلم، في حاجه. لا اجيب لك كوبايه ميه. شكرا شكرا شكرا. في ايه؟ معرفش يا استاذ.